Assalamu alaikum, معكم دكتور ماجد حمدو الشيط بعام هنا في اوفنباخ فرانكفورت. تنسلم عليكم وتنسلم على انمون. شكرا على الانفيتاسيو ديالكم واميسيو ديالكم. غنهضروا هذا النهار على رمضان وتنسلم على المسلمين كاملين. تنقول لكم رمضان كريم وعرش مبروكه. اللي بغينا نعرفوا على رمضان كيفاش غناكلوا، شنو غناكلوا في السحور، شنو غناكلوا في افطار. في افطار نهار كامل كان فينا الجوع، ما شربنا ما كلينا، نحاولوا نبداو بعدها بالتسمر بشويه ديال الماء ولا شويه ديال الحليب، لا تراديسيون. مور هذاك الشيء نحاولوا ناكلوا حاجه اللي فيها فيتامينات اللي ما تثقلش على المعده ديالنا، بحال الشلاضه، بحال لي فروي، ولا قدرنا ناكلوا شويه ديال الدجاج، شويه ديال اللحم، شويه ديال الحوت. نخليو لا بوز، ما نزربوش بماكله، ناكلوا شويه بشويه السوب. مور ماكله نحاولوا نخرجوا برا، نتحركوا، مشي نديروا افطار ومشيو نعسوا، حيت هذاك الشيء ياثر على الصحه ديالنا. وبين افطار وسحور نحاولوا نشربوا هذوك جوج لتر اللي خصنا نشربوا نورمالمون، نشربوا في هذاك الوقت، ونشربوا لا قدينا الماء، ما نشربوش لي ليموناد بحال كوكا كولا، فانتا، ولا حاجه اللي فيها غازات وحاجه اللي فيها حموضيه بزاف، ما مزيانش، حيت هذاك الشيء غيخلينا ما نحسوش مزيان، ياثر على المعده ديالنا، على المصران ديالنا، غيدينا بزاف ديال المشكل. في السحور في الصباح نحاولوا ناكلوا شي حاجه اللي غتخلينا النهار كامل ما يكونش فينا الجوع. باغ اكزومبل ناكلوا شويه ديال البيض، شويه ديال الفروماج، الحليب، ولا خبز كحل اللي يخلي النهار كامل ما يكونش فينا الجوع. حاجه اللي ما فيهاش سكر بزاف، حاجه اللي فيها سكر غتخلينا غتخلي الذات ديالنا تصنع انزولين، وانزولين غيجيبنا الجوع. هادشي كيفاش ناكلوا كيفاش نشربوا. في موضوع ديال مرض، بزاف الناس يجوا عندي العياده وتيسولوني دكتور ماجد واش نقدر نصوم لكن عندي هذا المرض ولا هذا المرض. نبداو مرض ديال السكر. اللي عنده مرض سكر، ديابيت تيب 2 ولا تيب 1، ونقولوا بداو بعدا بتيب 2، اللي تياكل كينات فانيت، هذوك بصراحه نورمالمون يقدر يصوموا، حيت هذوك تيشربوا جوج مرات في النهار هذيك الكينه ديالهم، باغ اكزومبل جلوكوفاج ولا ميتفورمين. الناس اللي تيديروا انزولين تيديروا ليبرا في الكرش ديالهم، هادوك خصهم يمشيو عند الطبيب ديالهم ويسولوهم، يسولو واش تقدر يصوموا. كاينين الناس اللي تيقدوا على هاد المرض، وكاينين الناس ما تيقدوش. اكثر الناس اللي في عمر اكثر من 55 عام 60 عام وعندهم امراض مزمن بحال مرض تانسيون ولا روماتيزم، تياكلوا بزاف ديال الحبوب بزاف ديال الكينات، ولا عندهم مرض ديال القلب، هادوك خصهم يمشيو عند الطبيب ديالهم ويسولو واش يقدر يصومو، وخصهم يتبعوا معلومات تاع الطبيب ديالهم واخا ما يكونش طبيب مسلم. هادشي مهم، كل طبيب معلومات ديالو مهم. هاد العام رمضان جا في وقت ديال كورونا، واللي عارف حنا كورونا واحد فيروس اللي تاثر على الصحه ديالنا واكثريه في موضوع ديال الصدر ديالنا. هي هذيك الناس اللي عندهم امراض مزمن وفي عمر ديالهم اكثر من 55 عام، ولا عندهم ناقص من 55 عام وعندهم امراض مزمن بحال لاسم، ضيقه، ولا امراض ديال الصدر، هذوك خصهم يحاولوا على راسهم، خصهم يمشيو عند الطبيب ديالهم وخصهم يسولوا واش يقدر يصوموا. خصكم تحاولوا ديروا شي حاجه اللي غتقوي المناعه ديالكم، شحال ما قديتوا بحال مور افطار، ديروا شويه ديال الرياضه، بقاو تاكلوا بزاف حوايج اللي فيهم فيتامينات بحال الخضره، لي فوي، وحاجه اللي فيها الشحمه، حاجه اللي فيها خبز بيض، طحين بيض، ما بزيانش للصحه ديالنا، نحاولوا نقصوا منها. هي هذيك تنقول لكم تنسلم عليكم بزاف، وان شاء الله يدوز هذا رمضان على خير وبخير المسلمين كاملين في هذا العالم. وتنسلم عليكم هنا في فرانكفورت اوفنباخ دكتور ماجد حمدوشيم اوفنباخ فرانكفورت، وتنسلم على انمو وعلى المسلمين كاملين اللي تيتفرجوا في هذه الايميسيون. ميرسي بوكو اي اوروار.